تونش مزشاء لاوش زيا. السلام عليكم، منورين. ايه اخبار الويك اند معاكم؟ كله زي الفل، يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. تمام، هنتمرن مع بعض. تمام، شويه اساسيات من في الكونغ فو كده، يعني نتعلم كام لكمه على كام ركله، يبقى الموضوع معانا زي الفل. تمام، وان شاء الله كمان اجاوب على جزء كبير من اسئلتكم. المهم بس طمنوني عليكم، اللي حابب يتمرن معايا في اللايف ده يوم يغير بسرعه ويلبس حاجه واسعه، بنطلون قماش و فلان نكات. تمام، ويتمرن في جو ايه؟ ما يكونش حر جامد ولا ساقع جامد، يعني يفضل لو انت في بيتك وفي شباك افتحه افضل من المروحه. حبيبي والله والله، ده انت اللي وحشني، كلكم وحشني. هنتعلم بعض الحركات الاساسيه باذن الله رب العالمين مع بعض. تمام، طيب اهم جزء ان احنا لازم نسخنه يا شباب هو المرونات. لازم اعمل مرونه. احنا عندنا لياقه بدنيه كتير جدا، الجري والقفز والمرونات والاطالات والتحمل. هنبدأ دلوقتي نعمل تمارين علشان نفك الرقبة، ثم الذراعين، ثم الظهر، تمام؟ ضلوع والقدمين، ثم نبدأ نتعلم حركاتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ نلف الرقبة مع عقارب الساعة، تمام؟ اتجاه عقارب الساعة بالشكل ده، ولف برفق مش جامد قوي، ها؟ عكس عقارب الساعة. التمرين ده بيعمل استرخاء للرقبة وبيفك عضلات الرقبة تحت وفوق. يمين وشمال، لفة سريعة بس خفيف، العكس. تمام جدا، ها الأصابع بالشكل ده، شدهم كده، أحرك بالشكل ده. جزء جزء من جسمنا لازم نخليه ايه؟ يفك. تمام، هنا ظهر كف اليد، الجانب الاخر. تمام، ناخد الكتف والمرفق بالشكل ده اهو، بزق جامد كده، واخد معاه كمان الضلوع. الجزء الاخر برفق. الله، جسمي بيفك فعلا، الجسم بيفك. هنا بقى ناخد الضلوع بس بالشكل ده، الجانب الاخر بالشكل ده. جميل جدا، الف ورا يمين وشمال، جميل. هوطي يمين وشمال، فك دراعي، اخلي الاكتاف تتلامس. جميل، افرد دراعي، ذراع واحد والذراع الاخر عند الكتف، والف كده لفه كامله اهو. الذراع الاخر، سامعين الطقطقه؟ الجسم عمال يفك. ذراع الذراعين، اضم تويست. تشينج باك تويست، تشانجي. نورين يا ابطال. ها زراين، ها فرونت،
جميل جدا. نبدأ بقى نشتغل شوية على القدمين. ضم القدمين بالشكل ده، ايدي على الركبة واضغط. برافو، يلا معايا يا ابطال، يلا معايا. اوبن. برافو، هروح على قدم واحده بالشكل ده. بضغط طبعا، ايه بضغط بتقل جسمي، تقل جسمي بيضغط على رجلي اهو بالشكل ده. تشينج، غير. تمام، هرجع قدم للخلف بالشكل ده واضغط اهوت عشان تشوفوا كويس اهو. قدم الاخرى. سكوات، 5 6 7 8 9 10. بريك، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. برافو. ها، لف القدم توست. دم. جنب خفيف. تمام كده، احنا ايه سخنا الجسم. نرد عليكم شويه وايه نكمل. بسم الله حبيبي، الحمد لله. انتوا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. منورين يا احلى ناس في الدنيا، يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. نبدا نتعلم مع بعض الستريت بانش. تمام، اللكمة المستقيمة. هنتعلم مع بعض اللكمة المستقيمة. بصوا معايا، اللكمة المستقيمة تعتبر لكمة مهمة جدا، وللأسف في لعيبة كتيرة جدا مش بتعمل اللكمة دي صح. تمام، أول حاجة لازم نتعلمها ازاي نضم القبضة بالشكل الصحيح. كف ايدي اهو، هضم الاربع اصابع بالشكل ده ثم هقفل كده. تمام، اضم اقفل، الابهام يجي بشكل جانبي كده فوق فوقيهم بالشكل ده. كده غلط، كده غلط، كده غلط، كده غلط. تاني صح، كف اليد اضم بالشكل ده واحد، واقفل الضم اتنين، ابهام تلاته، انفخ. ما ينفعش الهواء يعدي، ما ينفعش يكون في فراغ في اللكمة. لو انا هضرب شخص، لو هضرب شخص او بتمرن على الساند باك، لازم تكون قبضتي مغلقة ايه باحكام، باحكام باحكام. تمام، قبضة مغلقة باحكام. وانا بتمرن
عادي بخليها سايبه شويه، لكن طول ما انا هضرب على شخص هضرب في فايت، في خناقه شارع، على ساند باك، تكون مغلقه باحكام قبضتك. اصبع الابهام بيكون فوق هنا لانه اصبع تقيل واحكامه قوي، فهو بيدي ثقل على اصابعك كلها، فعشان كده ما ينفعش تجيبه تحت او كده، لو جبته كده وضربت هتتصاب. تمام، جميل جدا. نيجي بعدين ندرس شويه اناتومي، علم التشريح، علشان نعرف نخرج اللكمه بشكل كويس قوي. ولو احنا بنتعلم برضو في اي مكان نراجع على بعض، نراجع الحركه مع بعض. تمام، ده بالكامل الذراع، ده الذراع بالكامل. هنا مفصل القبضة او الرزغ، ده المسؤول عن القبضة. ده ارجع ورا 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 هلاقي بعدين مفصل المرفق، بنقول عليه الكوع لكن هو اسمه المرفق. ثم الكتف، كتف، مرفق، قبضة. اللي بيحصل في اللكمة المستقيمة ايه؟ ان المفصل ده او القبضة بتسحب وراها على نفس الخط مفصل المرفق، والمرفق بيسحب وراه على نفس الخط مرفق الكتف. شايفين؟ بصوا من هنا، ده على نفس الخط يسحب وراه ده، وده يسحب وراه ده. عشان كده بنلاقي في الشارع بيعملوا كده، بيضربوا غلط لانه بيخرج الكوع. يبقى واحد اثنين ثلاثة. جميل جدا كده، فهمنا الوضع التشريحي للذراع، مفصل القبضة، مفصل المرفق، مفصل الكتف، وبيمشوا على نفس الخط، نفس المسار. يعني ما ينفعش الكوع يسبق بالشكل ده، كده انت عملت انحناء. لا، لازم كلهم ايه، رايحين ستريت لاين. لحد الان تمام؟ لحد الان تمام؟ في جزء اعيده؟ في جزء حضراتكم عايزين نعيده ولا اكمل؟ الناس اللي متابعه اكمل ولا ايه؟ نكمل خلاص لحد كده تمام. هنيجي بقى الجزء اللي بعده يا شباب، وهو مسار اللكمه المستقيمه. المسار او الاتجاه لازم تلعبه بطيء جدا، يعني على الاقل لازم تمشي حوالي 6 ثواني او 5 ثواني. ده بنسميه عمق اللكمه بتاعتك او قوه اللكمه بتاعتك، دي اللي بتفرق ما بين لاعب ولاعب اخر. يعني لاعب بيضرب ضربه هوب مؤثره، ولاعب بيضرب ضربه مش مؤثره. تمام، هنلاقي ان اغلب الناس اول ما بيقف يروح ايه، عامل كده على طول، عامل سرعه بس، مخلص اللكمه بسرعه. ده غلط. خلي بالك ان اللكمه بيكون فيها دفع، قوه دفع وضربه، فالسرعه دي كده ما فيهاش اي تاثير، انت محتاج ولا 100 لكمه عشان تاثر فيا. تمام، علشان كده الغي من دماغك دلوقتي السرعه خالص، هترجع ايدك ورا بالشكل ده. تمام، وبص كده معايا، ثانيه، 2، 3، 4، 5، مشيت حوالي ايه، 5 ثواني. تمام، اللكمه بتاعتك داخله في نص جسمك. احنا لحد لسه ما لعبناش اساسيات، قصدي لسه ما لعبناش بشغل احترافي، بنلعب اساسيات. رجع قبضتي ورا اهو، ركز مع بعض، ثانيه، 2، 3، بص لما تخش، خش على جسمك، 4، 5، يعني بالظبط انت اكنك بتتمرن تدريب تاملي. ثانيه، 2، 3، 4، 5. الايد الاخرى اهي، من ورا كده، من ورا، من ورا خالص، ثانيه، 2، 3، 4، 5. يعني عود نفسك في التمرين ده انك تمشي ايدك مسافه طويله، حوالي 5 او 6 ثواني. نيجي لعلم التشريح تاني. تمام، ده جسم الانسان، ربنا خلق. بصوا معايا، تخيلوا معايا ان في خط نازل كده، في خط طولي نازل من عند راسي كده للاخر، وفي خط اخر قاطع من الوسط، من الوسط كده. تمام، الخط الطولي ده قاسم جسمي نص يمين ونص شمال، نصف ونصف.
والنصفين بيلتقوا عند خط المنتصف اللي هنا. احنا قلنا في خط وهمي اهو. الخط ده قسم جسم نصين، نص عرضي ونص عرضي. النصين دول بيلتقوا فين هنا؟ وفي خط كده قاطع، تخيل ان في خط كده. يبقى جسم كده هينقسم برضو لنصين تانيين، نص علوي ونص سفلي، كلهم برضو بيلتقوا فين؟ في المنتصف. ده معناه ان قوة جسمك، في حاجة في قوة جسمك اسمها قوة الربط. جسمك كله مربوط في بعض، او مركز جسمك هو في النص، تمام؟ يبقى لكمتك المستقيمة لازم تخش في نص جسمك. طول ما انت لكمتك خارج عن جسمك، يعني خارج عن جسمك كده، لكمتك ضعيفة. وعايزك تجرب الموضوع ده بكف ايدك، هات واحد صاحبك وزقه كده وانت بعيد عن جسمك، ورجع ايدك وزقه كده وانت جوه جسمك، شوف انين اقوى، واعمل الاختبار ده دلوقتي من غير ما تزق حد. هتلاقي ان كده اضعف، هتلاقي ان كده اقوى. يبقى لكمتي لما اجي هضرب هتروح فين؟ هتروح في نص جسمي، رايحة في المنتصف. خليها بالنسبة لطولك يعني قدام فمك، قدام مناخيرك او قدام فمك، تمام؟ يبقى انت داخل في نص جسمك. حلو قوي. هنيجي دلوقتي بقى نقف الوقفة الجانبية. الوقفة الجانبية عبارة عن بتكون في قدم قدام وقدم ورا، ودي نص جسمك لخصمك، ما تديش لخصمك جسمك كله، كده غلط. ما تديش لخصمك جنبك كله، كده غلط، لان انت كده مش هتعرف تقاتل كويس، وكده انت معرض مناطق الضعف. فخليك واقف بالشكل ده اهي، قدم قدام وقدم ايه ورا، ها، قدم قدام وقدم ورا. جميل جدا. نيجي بقى لوقفة الدفاع والهجوم. ركزوا معايا، وقفة الدفاع والهجوم. هضم القبضتين واجي احط ايدي، احطها فين بقى قبضتي؟ بص معايا، عندك 3 options، 3 اختيارات. قبضتك هتخليها فوق العين بقليل، او موازية جانب العين، او اسفل العين بقليل. يبقى انت ايدك قبضتك تاني فوق العين بقليل، موازية او بجانب العين مباشرة، او اسفل العين بقليل. يعني انت هتكون قريب من العين دايما، فوقها بقليل، على جانب العين، او اسفل العين بقليل، تمام؟ الاخطاء، اوعى تعمل كده، اوعى تعمل كده، اوعى تعمل لي كده، انا مش عارف ايه ده. تيجي فين؟ الجانب خدك، ها، هنا هو جانب كده، مش هنا، لا، الجانب الاخرى، الجانب. اوعى تعمل اسلوب جناح التنين اللي هو ده، اوعى تعمل لي كده، هتاخد ضربة اهو، ضرب او، هتاخد واحدة هنا بالسلامة. فايدك اهو ضمها، قافل على جسمك بالشكل ده، شفت؟ اقفل عشان لو جيت حد، لو جه حد ضربني لكمة او ركلة تيجي هنا. احمي قلبك واحمي القفص الصدري، اوعى تفتح هنا، هتاخد ضربة اهو بيانت واي بالسلامة، هتاخد ضربة بالسلامة. فاحمي، هتحس ان ايدك متنشنة، علشان كده بقولك وانت تتمرن ما تتنشنش، ما تدوسش جامد، لا، وانت تتمرن خلي ايدك سايبة علشان تعرف تقرب ايدك من جسمك بالشكل ده. كده انا اهو، انا مستعد ان انا اعمل اللكمات بتاعتي. طيب ازاي بقى اعمل اللكمة المستقيمة من الوضعية، من الوضعية ديت؟ هد لحضرتك دلوقتي ايه، بص مثال كده وركز معايا، تمام؟ دلوقتي انا جبت طوبة من الارض، معايا طوبة، تمام؟ افتح ايدك يا عم، افتح ايدك يا بطل ضحك، افتح ايدك، تمام؟ خد الطوبة دي مني، تخيل معايا كده انت خدت الطوبة. دلوقتي في شارع قدامك، الشارع ده طوله 200 متر، تمام؟ طوله يا عم 1000 متر، 1 كيلو. عايزك دلوقتي ترمي الطوبة دي لاخر الشارع. ايوه شفت، ها، ارمي الطوبه لاخر الشارع. تخيل، شفت انت بتعمل ايه؟ بتعمل كده، شفت؟ بالفطره تلاقي نفسك بترجع ورا علشان تاخد قوه دفع اقوى. الفطره دي بقى محتاجين نستخدمها معانا بقى في الدرس بتاعنا. لما تيجي تضرب اللكمه ما تروحش قدام ثم تضرب، غلط، لف من ورا خالص. يعني دلوقتي لحظه يا جماعه، دلوقتي انا اهو وانا على الوضعيه دي هوجه اللكمه، بص كده، اوجه اللكمه من هنا وارجع تاني، وانا هنا اوجه اللكمه من هنا،
ليه؟ لان طول ما انا ورا هاخد قوه، ما تعملش كده ثم كده غلط او مش غلط، مش صح قوي. يبقى اول ما توجه لكمتك بالشكل ده اهو، لفيت اهو من ورا هنا، بقى هروح لقدام، بقى امشي. اوبا، في مصيبه حصلت، كوعك. وما ادراك ما كوعك؟ اكتر حاجه تخدعك، اكتر حاجه تبوظ لك اللكمه بتاعتك لو كوعك ده بص معايا وانت بتلف راح طلع منك بره كده، كل حاجه باظت، لا هيكون عندك قوه ولا ستايل ولا اي شيء. علشان كده بالله عليك وانت رايح اللكمه المستقيمه من ورا، خلي كوعك يحتك بجسمك. بص معايا مثال ذلك، ايدي اهي عند جانب العين ومرجعها ورا وملتصق بجسمي، لفيت من هنا اهو، وانا من هنا قلت القبضه تروح. بصوا كده كوعي بيعمل ايه، بيضم ازاي، بص بيضم على جسمي ازاي اهو، ماشي 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 اهو، داخل فين، بصوا معايا، داخل على جسمي اهو، داخل 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 بالشكل ده اهو، شايفين بالشكل ده، داخل بالشكل ده، مش بره جسمي، مش بره جسمي، لا داخل جوه جسمي بالشكل ده، تمام. ثم ترجع تدافع، يبقى ايه بتدافع وايه بتهاجم، ايه بتدافع وايه بتهاجم. مجرد ما دي رجعت، بصوا من هنا من ورا اهو، لفيت وانا هنا، تلاقي كوعي بيخش جوه جسمي اهو، رايح ماشي 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 قدام اهو. وخلي كتفك ده يخش فين، خلي كتفك يخش عليك، خلي كتفك يخش عليك. ارجع الف وامشي، ايدي سايبه ما تضمش قوي عشان انت بتتمرن اهو، رايح 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 اهو. الاثنين بيجوا فين بقى، في نفس النقطه، الضربتين قدام بقك، اوعى تعمل كده، لا الضربتين قدام بقك، قدام الفم اهو، لف ها اهو، ماشي 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 رايح كده. انا ظبطت مسار اللكمه بتاعي، اجي بقى اعمل القوه. القوه هي بذل جهد، بس بلاش سرعه دلوقتي خالص، يعني امشي بالراحه واضرب جامد، هرجع ورا اهو ها ثابت، هبدا الف اليد بالشكل ده، رايح اهو، 1 2 3 4 5، في الخمس ضربت جامد، ارجع دافع ها ايد الاخرى اهو، ثانيه 2 3 4 5، اضرب جامد اهو، ارجع مجرد بلفيت من ورا اهو، ماشي 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 اهو، اضرب جامد. واخدين بالكم اهو، انا بس موطي شويه علشان ايه تشوفوني كويس لحد الان، تمام يا جماعه؟ يبقى لحد احنا قلنا ازاي تضم القبضه بتاعتك صح، قبضتك تضمها صح، وقلنا الوضع التشريحي للذراع، قلنا مفصل القبضه بيسحب وراه على طول مفصل المرفق، والمرفق بيسحب وراه مفصل ايه الكتف، تمام. ثم اتعلمنا بعدين الوقفه الجانبيه، وتعلمنا ازاي تقف الوقفه الدفاعيه والهجوميه، وتعلمنا بقى مسار اللكمه بتاعتك، انك بتلف القبضه من ورا خالص ما تطلعش لقدام ثم تلفها، وقلنا انت بتضرب في منطقه نصف الجسم، قلنا طول ما انت موجه القبضه بتاعتك في منتصف جسمك فانت قوي، طول ما قبضتك موجهه بعيد عن جسمك عن منتصف جسمك فقبضتك ضعيفه. وممكن تعملوا التجربه دي وهتفهموني، تمام. دلوقتي بقى هنبدا نستخدم السرعه، ركزوا معايا. اول حاجه، ايه الفرق ما بين السرعه وما بين التسرع؟ السرعه هي التسرع في حاجه، يعني بيتفقوا في حاجه وبيختلفوا في حاجه. التسرع سريع برضو، يعني التسرع فيه سرعه، والسرعه هي سرعه، لكن الاختلاف ان التسرع انت بتعمل الحركه، التسرع انت بتعمل الحركه بسرعه ولكن بدون عقل بدون تفكير، تمام. التسرع بتعمل الحركه سريعه او التقنيه سريعه ولكن بدون شكل صحيح او بدون تفكير. اما السرعه انت بتعمل التقنيه بشكل صحيح ولكن سريعه. هديكم مثال، ده تسرع، بصوا كده معايا، شفتوا ايدي جايه ازاي، بصوا كده، بصوا غلط، بعيده وعملت كده ورفعت كوعي كده، ده تسرع، انا لعبت يعني بدون القواعد. اما السرعه، بصوا وانا سايبني ورا، بص شو دراعي اتفرد ازاي، رجعت اهو، بصوا مهما عملت سريع رايحه قدام، متوجهه قدام، تمام اهو، تمام. بصوا مهما عملت سريع برجع للقواعد بتاعتي. يبقى في السرعه انا بلعب الحركه سريعه ولكن بالقواعد بتاعتي، فدي حاجه مهمه جدا.
اي سؤال يا شباب؟ اي سؤال في الاجزاء اللي انا قلتها دي يا جماعه؟ لحد الان كله تمام؟ شوفوا حضراتكم لو عايزيني ان انا اراجع اي جزئيه من اللي انا قلتها اتفضلوا انا معاكم، مش لسه هنكمل. في اي جزئيه اعيدها اراجعها ولا كله لحد الان تمام؟ كله زي الفل؟ شباب نعيد اي جزئيه ولا نكمل؟ تمام. هنيجي بقى دلوقتي لجزء مهم جدا، وهو ازاي احرك قوه جسمي. بصوا شباب، لما بتيجي تعمل لكمه او ركله المفروض ان جسمك كله بيضرب مع الحركه. ايه الفرق ما بينك انت راجل بتتمرن وفرق شخص عادي من الشارع؟ الشخص اللي في الشارع ما عندوش تقنيه او مش بيتمرن، فممكن مثلا تلاقيه بيضرب الركله ازاي، بيعمل مثلا بيعمل لك كذا، تلاقيه بيضربك ايدك بيعمل كذا، بعكس انت واقف في باور، تمام؟ ها في باور شديد، كل جسمك بيضرب معاك، وصل لك؟ تلاقي جسمك ايه؟ ده الفرق. فانت اقوى من اللي في الشارع بحوالي 10 اضعاف. انت ممكن تضرب ضربه واحده بس اللي في الشارع تجيب اجله من على طول، ده الفرق. طيب وضع الدفاع تاني يا كوتش، احنا قلنا يا حبيب قلبي ان الوضعيه ديت هي وضعيه الدفاع ووضعيه الهجوم بتاعتك، تمام؟ قلنا انك انت بتكون واقف الوقفه الجانبيه بالشكل ده، في قدم قدام وفي قدم ورا، ولا يفضل انك تكون واقف على مشط رجلك، لا يفضل انك تكون واقف على كامل قدمك. حلو؟ بتضم قبضتين ايدك، وايدك بتيجي جانب العين او فوق العين او اسفل العين بقليل، وتخلي المرفق والساعد وايدك كلها ضم على جسمك بالشكل ده، عشان لو في اي ضربه جايه الحق ايه اصدها. بحاول اكون قريب من وجهي، مش عامل كده ومش عامل كده، تمام؟ يعني يفضل ان انا ايه اهو، عشان لو في اي ضربه الحق ايه اصد، الحق اعمل بلوك، تمام؟ الحق اعمل بلوك، الحق اصد، الكلام ده كله. اوكي؟ طيب علشان تحرك طاقة جسمك كلها، ركز معايا بقى، ركزوا معايا، ركزوا معايا، لان ده شغل بقى طاقة داخلية بقى، ازاي تخلي جسمك كله يضرب في اللكمة او في الركلة. انا هقف الوقفة الجانبية، نيجي لعلم التشريح تاني. انا عندي المسؤول في الحركة المفاصل والعضلات، ركز في المفاصل، عدوا معايا. مفصل القدم 1، الركبة 2، مفصل الفخذ 3، والكتف 4. هعمل ايه بقى؟ هلفهم ربع لفة. بصوا ازاي وانا واقف بالشكل ده، الف كده ونظري قدام وارجع تاني، ثم الجزء اللي ورا الفه برضو ربع لفة ونظري قدام وارجع تاني. ركز، لان الحركة ممكن تضحك عليك وتخليك تعمل كده غلط. لازم دايما نظري موجه الى خصمي، يبقى ثابت. ها الف ربع لفه وارجع، الف ربع لفه وارجع، اسرع بلف برجع، بلف برجع، شفت؟ بلف ها برجع، بلف برجع تاني، لف اقف. محدش يعمل لي كده، لا ده مش صح. بصوا كده معايا، لف 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 ربع لف. بعدين بقى اللفه بتاعتك دي بتضربها، بتضرب بقوه. بص معايا وخد نفس، شفتوا؟ حس انه في ايقاع، حس ان كل حاجه في جسم بتتحرك، كل شيء بيضرب. فانت بتلف الاربع مفاصل دول ربع لفه بس بضربه بقوه. ليه؟ لان ده اللي هتستخدمه في اللكمات بتاعتك او الركلات بتاعتك، تمام؟ نيجي بقى نطبق الجزئيه ديت في اللكمه المستقيمه. يبقى انت لازم تضرب في خط مستقيم، ضربتك قدام فمك، النثره، الانف، الفم، في المنطقه ديت. ايدك لازم تكون داخله جوه جسمك، شايفين ده؟ هتحس ان هي مستقيمه
منحنيه او مايله مائله الى الجسم، يعني كده مستقيم، هي مستقيمه مائله الى الجسم كده. انت قبضتك ضعيفه خارج الجسم، كده قبضتك اقوى داخل الجسم. تمام، حلو قوي. هقعد بالشكل ده، الرفعه الجانبيه ايدي اهي. تمام، بص وانا بلف بقى اهو، وانا بلف سلو موشن بضرب واحد ثم ارجع تاني ثم الاخرى، ها بلف بضرب برجع تاني بلف واضرب ثم بقى باور، هعمل جزء جزء، ها واخرج نفس. خلي الايد التانية ورا، شايفين؟ بضرب كل حاجة. ونظري فين؟ على لكمة قدامي اهو، نظري على اللكمة على الخصم، مش هنا او هنا، لا هنا قدامي كده. نيجي بقى دلوقتي هنعمل لكمتين خلف بعض، يبقى بهاجم وبدافع، ثابت بهاجم، دي بتدافع ترجع اهو الشكل ده. زي الفل. ايه الاخبار؟ في حد بيقول فايت؟ بحس برعشه، لازم حبيب قلبي انك انت تشيل من دماغك الافكار السلبيه خالص. تمام، ولازم تتمرن تدريب خططي. قول للكابتن يا كابتن مرني تدريب خططي. حلو، هنيجي بقى دلوقتي نتعلم ركله الاماميه. الركلة الأمامية باللغة الصينية اسمها دان توي أو فرونت كيك بالإنجليش. يبقى الركلة الأمامية بالصيني دان توي، إنجليش فرونت كيك. فيها نوعين، نوع ببطن القدم ونوع بمشط القدم. تمام، عايزين بس ندي شوية معلومات مهمين قوي. نجي بس لعلم التشريح تاني، الاناتومي، بحب جدا قوي العلم ده قوي قوي قوي. قدمك رجلك كلها كده اسمها الساق. تمام، رجلك كلها بنسميها الساق. اي رجلك دي او ساقك انت بتطلع منها ركلات، لا اما بالركبه، وفي ركلات بالقصبه قصبه القدم، او وش القدم او باطن القدم، الباطن من المشط الى الكعب، او مشط القدم او كعب القدم. تمام، يبقى انت في ضربات لاما بالركبه بالقصبه وش القدم باطن القدم مشط القدم كعب القدم. مفيش اي ركلة في الدنيا بتضربها بسن الاصابع. الله يرحمك، هتكسر اصابعك. تمام، نبدأ نتعلم الركلة الامامية. بسم الله.
اول حاجه مسار الركله بتاعك، تمام؟ مسار يعني ازاي بتعمل الركله الاماميه صح. هتبدا تقعد وترجع رجلك ورا خالص كده وتشد الاصابع، اوعى تفرد رجلك غلط، شد الاصابع وارجع ورا كده وروح قدام واضرب تاني، ارجع ورا روح قدام واضرب. شايفين بعمل ازاي بضرب ازاي؟ كده كده، لا ارجع ورا خالص، واحد اتنين. برافو. هرجع ورا في الوقفه الجانبيه، او خليني واقف كده دلوقتي، تمام؟ هاخد خطوه واطلع بركبتي لقدام، تمام؟ تاني خطوه ركبة، ها هجين خطوه ركبة لقدام بالشكل ده واشد صوابعي. اول ما اطلع بركبتي خطوه ركبة، ها اضرب لقدام، تاني خطوه ركبة ازق من الزاويه دي، خطوه ركبة ازق، ها من هنا خطوه ركبة ازق، شمال خطوه ركبة ازق لقدام، خطوه ركبة اضرب، وانا بضرب زق جسمي زق جسمي، اوكي ثابت، خطوه ركبة بثبت بثبت شويه، شايفين؟ هعملها بعدين بالوقفه الجانبيه اهو، خطوه ركبة وارجع الوقفه الجانبيه تاني، تمام؟ دي الركلة الأمامية. نجاوب شوية على الأسئلة ونكمل. نجاوب شوية على الأسئلة ونكمل تدريبنا. ممكن حد يمسك رجلي وأنا بضرب ركلة أمامية يا كوتش؟ ممكن في حالة أو كذا حالة. أولا لو ركلتك ضعيفة، لو ركلتك مش سريعة، تمام؟ لو أنت بتضربه وهو في وضعية انتباه شديد قوي، يعني هو واقف لك منتبه لك أو مستنيك أو متوقعك، تمام؟ فعلشان كده أنت أول ما تضرب الركلة ارجع بسرعة. في حالة لو مسك بقى رجلك أنت بتقرب منه طبعا، بتحاول انك انت تمسكه، او ما يمسك رجلك بتروح انت لافف جسمك على الارض، حاطط ايدك على الارض ولافف وضربه، يعني ليها كذا طريقه، تمام؟ حبيب قلبي فرونت بوشنج كيك، فعلا ما احنا قلنا هي الفرونت كيك نوعين، فرونت بوشنج كيك اللي انا لسه عاملها، اللي انا بدفع ضربه قويه جدا وخطيره، النوع الاخر بتبقى بمشط القدم، تمام؟ طيب نيجي بقى للبيانتوي، ركل البيانتوي. او راوند هاوس كيك. الركلة دي انت بتعملها يا باشا بوش القدم. هميل بالشكل ده ما بين السماء والارض واضرب. واحد. اثنين ثلاثة اهو اربعة خمسة ستة سبعة وان تو تري فور
5. حلوة. نيجي نعملها بقى فوق. واقف بالشكل ده بعمل ايه؟ باخد خطوة والف كده. لازم اثبت الثبات ده. الثبات ده اللي هيظبط لي الدنيا. تمام؟ انا ثابت اهو. مجرد ما خدت الخطوة لف وميل كده لتحت. بميل لتحت. خطوة والف كده. أول ما نفسي ظبطت الركلة أضرب. ها خطوة ظبطت أضرب على طول. ها أجين شمال ها أجين شوية ايه اللي انا بعمله ده؟ اسلوب السكير. ثانية ايه يا ابطال؟ حبيبي الله يعطيكم كلكم الف عافية يا رب العالمين. الناس اللي لسه داخلين البث اللايف فاتكم كتير. ده احنا من الصبح عمالين نتشقلب ونتمرن ونعمل حاجات كتير قوي. تمام؟ ريح شويه، شكلك تعبت. عايز اقول لكم حاجه، وانت بتلعب الحركه تعبك اقل غير وانت بتشرح. يعني وانت مدرب اصعب، لانك انت بيكون عليك حمل ذهني وحمل بدني، بعكس لو انت لاعب بس انت بتتلقى المعلومه فعايز تعمل بسرعه. بس الحمد لله احلى حاجه انك انت تكون مدرب لاعب، يعني ده شيء جميل جدا يعني. طيب ايه رايكم اجاوب شويه على اسئلتكم ثم نكمل بقى وندخل على الهاند ستاند. الهاند ستاند طبعا حركه مهمه قوي وجميله جدا، بس بنصحكم تتمرنوا في مكان آمن طبعا. تمام؟ بصوا معايا، الفكرة في الوقوف على الإيدين هو بالظبط زي ما انت حضرتك كده اتولدت وبدأت تمشي على رجلك. تمام؟ أو شوف كده أي لسه طفل لسه مولود، سواء مع أختك ولا أخوك، وتابع مراحل تغيراته، بالذات لما تلاقيه مثلا كان بيزحف ومن بدأ بقى إيه يقف ويقع يقف ويقع. فعلا انت في الهاند ستاند دي أول مرحلة بتمر بيها، بتقف وبتقع بتقف وبتقع. بعدين تلاقي الطفل ده بيعمل ايه بقى؟ بيمشي كام خطوه وبيقع. نفس الفكره برضو، هتلاقي نفسك بتمشي كام خطوه على ايدك ثم بتقع. بعدين خلاص الطفل بقى بيمشي على رجله، ايه على رجله قصدي، يعني زي الفل. نفس الفكره، فانت ده كله بقى هتعيده بس على ايدك. حركه الوقوف على الايد على فكره حركه مهمه جدا وبتفتح لك حركات كتير قوي قوي قوي. اسلوب السكير بتاع جاكي شان ده، في ناس بتفتكر ان احنا بنشرب واين. لا طبعا. طيب بسم الله. بص يا باشا، اظبط بقى الفم، مش عارف عمال يتزق ليه كده. تمام. حركة الهاند ستاند زي ما اتفقنا حركة ايه؟
مهمة جدا. كفاية كده نركز بقى. طبعا لو انت عندك حائط الحائط هيساعدك. تمام، اول حاجة بتعملها ايه بقى؟ بص معي، خطوة بالرجل الضعيفة وطلع ايدك فوق، بص كده. تاني خطوة وايد اهو، ثم كف ايدك كله فين؟ على البلاط، على الارض قصدي. عندك حاجه طريه ناخدها مره واحده، طم طم، خطوه ايدي فوق وانزل عمودي تحت، ابص قدامي باين. ها اول منزل ارفع قدم اللي ورا بس اهو. تنزل 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 قبل ما تلمس الارض بحوالي، يعني بحوالي 10 سنتي، حوالي 10 سنتي هنا كده تروح ايه، بص ونزل تاني. بعدين بقى تروح ايه، واخد رجلك التانية على طول وثبتهم في بعض. وهكذا حركة بتحتاج من تكرار مستمر. وهكذا تاني. في برضه ستيب المانكي. ناخد ريست. طبعا اللي ما عندوش لياقه بدنيه بنصحه انه يتابع تمارين اللياقه البدنيه موجوده على قناتي، لان انت من غير لياقه بدنيه هتلاقي نفسك بتوع كتير. ولازم طبعا تتمرن في مكان امن زي ما اتفقنا. تمام، الناس اللي لسه داخله اللايف بجد فاتكم تو ماتش، كتير جدا. طيب دلوقتي بقى خلاص كفايه تدريب، هبدا اجاوب على اسئلتكم. اي حد عنده سؤال ما يتكسفش خالص. الاخوه اللي ممددين جسمهم شايفكم واحد واحد، تمام، فمنورينا والله. والاخوه اللي عاملين كده مركزين منورين برضو. والاخوه اللي قاعدين على الكمبيوتر نورين. الاخوه اللي ماسكين الموبايل يا جامد يا جامد. انت بقى، ايوه انت 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 بالذات، عارف ان في مواقف كتير جايه عليك، عارف الحياه جايه عليك يعني في بعض المواقف، بس صدقني اقعد كده راجع نفسك. تمام، واللي مضايقينك دول بس كده ايه، فاهمني، اللي هم اللي مضايقينك دول، انت عارف، انت عارف وانا عارف، يعني اللي هم مضايقينك جامد في حياتك، ادي لنفسك كده حدود واقعد واتكلم معاهم عشان تجيب الاخر الموضوع ده. تمام،
يعني خليك صريح معهم كلهم، عجبهم تمام، ما عجبهمش انسى خالص. وانت شبح صدقني ده مش وقته، صدقني بجد. يعني بص، لما تنجز دراستك تمام وتنجز دنيتك، وصلك هي ممكن تكون بتكلمك بس انت مكبر الموضوع جامد، انت مكبر الموضوع قوي وواخده من الناحية العاطفية ومش عارف ايه. لا صدقني موضوع وهمي، وهمي جامد. انت ركز في دراستك شغلك خلاص، كونت نفسك يا باشا، ساعتها اقول لك الموضوع جد. لكن دلوقتي الموضوع مش 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 جد، لان انت مش جاهز. يعني انت مش جاهز وانت عارف ان انا بقول، وانت عارف كلامي صح، فهمني. فما تخليش ده يعني يجري وراك، يعني يضحك عليك. شغل ده، ده هيتعبك، هيتعبك قوي. ايوه اضحك اضحك اضحك. عندي استفسار بسيط ممكن. طبعا ممكن نستعين بالحائط اكيد. انا منزل طبعا الحركة ليها شرح متكامل وانا في مكان غير كده يعني. تمام اكيد طبعا لازم حمام، بس هو ما ينفعش مباشرة. هو الصح ان بعد التمرين لازم درجة حرارة الجسم حضرتك ترجع لطبيعتها تمام، ثم اخد شاور. لكن ان درجة حرارة، يعني درجة حرارة جسمك مثلا ان هو ايه زادت 37 مثلا بقت 50 مثلا وهوب شاور مرة واحدة، لا يفضل. الافضل هدوء الجسم ثم اخذ الشاور. بيكون عندي رهبة من المواجهة اللي بيكون نهايتها صراع، حلها هو التمرين صح. يا جماعة بصوا، اولا اللي بيشعر المشاعر دي بيزيد عن اللازم، ده دليل انك انت شخص طيب وبتحبش الاذى للاخرين. بس انا عايز اقولك حاجة، البلطجي ده ما هو قوته الا بقه، قوته هي بقه. لو معهوش اي سلاح، لو انت اديته اي ضربة عبيطة هيكش وينش، لكن هو بس الصدمة بس لو معاه سكين او حاجة، هي دي الفكرة. فانت لازم تتعامل بحذر جدا تمام. فانا بقول لك انت لو متمرن على كل التقنيات خوفك هيقل جامد. انا فلنفترض دلوقتي قاعد معاك اهو، وفجأة ببص لقيت واحد فتح الباب وجاب سكينة او شيء، ايه اللي انا هعمله؟ انا مثلا متعلم بالترتيب ان الاهم من ان انا استخدم ايدي لو في حاجة زي كده مثلا، مخدة ايه مثلا اهي، ممكن اتفادى بيها السلاح واهرب او اضرب. طب لو مفيش اي حاجة خالص، يبقى على طول لازم اخد حذري وارجع ورا، وهو ايده طبعا هو بيضرب كده بيطعن كده كده، فوهي ايده ورا لازم اهجم عليه على طول. هل مفيش خوف؟ اكيد في هلع، في خوف، بس مش خوف اللي هو مخليني اعمل كده واخد الضرب واموت او اقوم. فهمني انت ازاي؟ لا، انا عندي معلومات حاضرة، هعرف اتصرف، هعرف اعمل ايه. بالظبط زي الطب، زي ما مثلا رحت المستشفى واحد مثلا لا قدر عمل حادثه او دايخ، فالدكاتره في ثانيه بيحطوا الاجهزه الانعاش مش عارف ايه، هي نفس الفكره. فاحنا بنقول لو اتمرن على التقنيه كتير مره واثنين وثلاثه، مش بنقول استحاله ان اي شخص في الدنيا الخوف عنده يروح نهائي، استحاله. ليه؟ هي فطره، حاجه ربنا خلقنا بيها، لكن الفكره ان نسبتها بتختلف من شخص لشخص. زي شخص مجتهد في شغله وشخص مش مجتهد، شخص مميز مش شخص مش مميز، دي الفكرة. حبيبي لا، على فكرة انا من النوع اللي جسمي مش اللي هو يعني الحمد لله انا مش جسمي بيعرق تمام. انا بس علشان دلوقتي ايه، وانا كنت بتمرن ما كانش فيه هوا خالص، ما فيش هوا نهائي، والشبابيك كل حاجة متقفلة تمام، وده لا يفضل طبعا. بس علشان عندي بس الستارة الموضوع رخم شوية فسيبته زي ما هو، لكن طبيعي كتمة الجسم، فاللي هو درجة الحرارة زادت فالجسم يعني عمل العرق طبيعي. لكن في حد تلاقيه كده بدون أقل مجهود، ده بيكون عنده أملاح زيادة، فيفضل أنه يشرب ماء باستمرار تمام. جبت درجة وحشة في ثانوية عامة؟ مين؟ يا حبيب قلبي ولا يهمك، ومش بالدرجة الوحشة خالص، اقسم لك بالله انا اتخرجت من كلية حقوق تمام، وشغال مدرب كونغ فو في الاخر، رحت الحاجة اللي انا بحبها تمام. يعني مش الدرجة هي النهاية، واظن كلنا عارفين كده كويس، مش درجتك هي المقياس.
ممكن اوريك مين ده اللي متخرج من كلية الطب بيعاني بيحط في دماغه ان انا عايز افتح عياده ومش عارف عاوز افتح ايه واعمل ايه. عمر خالص درجتك في يعني هي الفكره الحاجه اللي انت بتحبها. والتعليم العربي اصلا عندنا ظالم ناس كتير. حد مثلا عشان يخش كليه معينه مثلا كليه هندسه جاب درجه مثلا سيئه في العربي اللغه العربيه تمام فما يخش كليه هندسه. طب ايه علاقه ده بده؟ المفروض لا يخش مش عشان جاب درجه وحشه في العربي نمنعه من الحاجه اللي بيحبها وهو مميز فيها يعني. فللاسف يعني المكان بتاع التدريب ابراج نصر الدين عماره 4 الدور الارضي كل يوم موجودين من الساعه 5 ما عدا الاثنين والجمعه اجازه. 13 سنه لا يفضل كمال الاجسام طبعا لا يفضل كمال الاجسام. لا يا حبيب قلبي انا بطلع كده والله على يعني على حسب الظروف لكن مش كل يوم صعب وعلى حسب انا فاضي يعني مثلا انت كنت فاضي معاكم ايه فقلت اتمرن معاكم شويه حركات. يا كابتن انا اي مشكله بتواجهني بكون مضطر احلها بشكل ودي ما شاء الله عليك عايش بجد شابوه قبل ما اكمل الكلام فقط وبحس بيني وبين نفسي اني ضعيف لان بكون مضطر استخدم الاسلوب الودي ومش بيكون عندي الاختيار بين المواجهه القتاليه والحل بشكل ودي فهل انا تفكيري غلط؟ لا طبعا بالعكس ده من يؤتي الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا تمام. المقاتل الحقيقي هو الذي يخرج من العراق بدون عراق. فاكرين يا جماعه الفيلم بتاع انتر اوف ذا دراجون بتاع بروسلي اخر فيلم يمثله قبل ما يموت وما شافوش لما المهم كان في واحد كده متضايق من بروسلي ومغرور لما كانوا في السفينه تمام فبروسلي قال له ايه قال له تقريبا انا ممكن ان انا اقاتلك بدون قتال تمام بقول له اسلوبي فايتنج وزاوت فايتنج فاكرين ده فاللي هو الشاب الامريكي مستغرب قال له ازاي يعني انا عاوز اشوف الكلام ده فبروسلي قال له تمام يلا بينا نروح ايه على الجزيره ذات ايلاند قال له في ايلاند هناك الجزيره هناك ايه فالمهم المعلم ده متحمس ونزل ركب المركبه فالمهم راح بروسلي راح ايه سايب الحبل والكلام ده كله يا وفضل يصوت ويعمل كده والناس فضلت تضحك عليه واصلكم يعني هنا بروسلي كان بيورينا فعلا رساله قويه جدا يعني المشهد ده فيه حكمه على فكره ده مش مشهد يعدي كده وخلاص لا ده مشهد بيعلمنا كتير بيعلمك ان في بعض الاشخاص المغرورين انك انت ولا يعني عاملهم بده مش بده لو عملتهم بده هيجيب لك المصايب والمشاكل لكن لو عملتهم بده انت اللي هتفوز. حد فاكر المشهد ده يا شباب؟ حد فاكر المشهد ده ولا مش فاكرينه؟ يا كابتن جابر عندك اعداء اكتر من اصدقاء كل متابعيك هؤلاء مجرد اتعلم يكرهون رؤيتك رابحا مع الاسف لكن الله شاهد على انك عزيز علي كثيرا. بخصوص الكلام ده اقول لكم حاجه يا جماعه والله العظيم انا شخص ليه مميزاتي وليه عيوبي وما اقدرش اقول ما عنديش عيوب اكيد عندي عيوب في عيوب كتير جدا عندي انتوا ما تعرفوهاش ربنا عز وجل ساترها تمام وكلكم اكيد عندكم عيوب بس عندي كم مبدا في الحياه كده. اول مبدا عندي ان الاصدقاء او فيما يسمى الاصدقاء اللي ما لهمش اي لازمه خالص اللي بيضروني بتجنبهم نهائي بنصحهم خدوا بالنصيحه بكمل ما خدوش بالنصيحه بتجنبهم نهائي تمام. عمري في حياتي ما خدت طريق ان انا اتغر على حد او ان انا اتكلم على حد من وراه او ان انا احسد او احقد او 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 ويمكن الحمد لله رب العالمين دي من ضمن الحاجات اللي ربنا بيوفقني عشانها تمام. عمري في حياتي ما بقول ان انا الافضل بالعكس بقول لنفسي يا جماعه لو يعني بقول لاي حد لو انت شايف ان انا عندي بعض العيوب هحترمك جدا لو جيت كلمتني في البرايفت او في اي مكان وتقول لي يا جابر انا عايز اقابلك والله العظيم هشيلك فوق راسي وهتعلم منك. لكن لو انت خدت الاسلوب بتاع الشتيمه والانتقاد
الغبي وي 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 ساعتها هقول لك طز في الكونغ فو وطز فيك وطز في الجيتسو وطز في اي لعب اي رياضه في الدنيا، لان مش الرياضه هي المقياس الحقيقي. المقياس الحقيقي هو تعاملنا مع بعض، اخلاقنا، لان الرياضه هي سبب بيها هنكبر في السن، يعني هنكبر في السن لياقتنا هتروح، هنموت، كل ده هيروح، لكن اخلاقنا اللي تفضل باقيه، هي اخلاقنا هي اللي هتفضل باقيه. تمام؟ فالمحترم فوق راسي، لكن ما تجيش تغلط وتقول مش عارف انت ايه وانت وانت عامل نفسك لعيب وعامل نفسك كابتن ودارس او فاهم. خليك راقي ومحترم، كلمني برايفت او تعالى نتقابل قول لي وجهة نظرك، لكن الاسلوب اللي انت بتاخده ده بيدل على انك انت على ده ان ده اسلوب متخلف وعبيط وهمجي. خليكوا عارفين الانسان اللي بيعمل كده دايما، الانسان اللي بيعمل كده دايما ده بيكون انسان مش سوي اطلاقا. السوي حتى لو شاف، يعني لو انا غلط 100%، عمره ما هينتقد بالاسلوب ده. هينتقد الانسان السوي هينتقد باسلوب يدعمك، مش اسلوب اما شتيمه وانت مالكش فيها وانت ما تعرفش وانت مش عارف ايه ده حقد، ده غيره. الناس دي عمر ما ربنا هيوقفها اطلاقا. فالحمد لله رب العالمين عمركم ما هتلاقوني ان انا اتكلمت على حد بسوء او الا ان انا ممكن احيانا بعمل حاجه اسمها غرور ايجابي مع بعض الناس اللي بتقلل من شأني او بتقلل من اللي بقدمه. بقوله لو راجل اعمل زيي، لو راجل وريني اللي انت بتعمله. ربنا يعلم ما بيكونش غرور ان انا اتنك على الاخرين، لا ده بيكون شخص بيقلل منك ومن اللي انت بتعمله، فانا بعمل غرور ايجابي بواجهه بمهارتي بقى. لكن اجي على حد واقول له كذا وكذا وكذا، لا. بس هي دي الفكره. فمش فكره انا بقول لك انا اسطوره ولا انا بروسلي ولا لا، انا عادي بتعلم، ما زلت بتمرن، بسعى. انا بقولش ان انا غلط، بس الفكره انا هحترمك لما تيجي تكلمني بيني وبينك او تعلمني او تدعمني. لكن طز في اللعبه وطز في اي شيء لو انت تاخد الاسلوب التاني. اصل اللعبه او الرياضه ده مش دين، ده صنع بشر. انا ممكن اقول لك لك ما عاملها كده فانت تقول لي لا 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 ده انا ممكن اعملها كده، فانا اقول لك عادي ايه المشكله انت من وجهه نظرك، او انت او هي فعاله معاك اكتر كده، لكن ما اجيش اغلط فيك ومش عارف ايه والكلام ده كله. بس وشكرا ليك حبيب قلبي على رد الغيبه، شكرا ليك جدا يا كابتن. انا بحس بعد الفايت بترجيع وعايز ارجع. طيب انت كده يا حبيب قلبي بص ركز معايا، لان اللي انا اقوله لك ده اكيد هتكون حاجه منهم. اول حاجه التغذيه بتاعتك، انت ممكن تكون واكل كتير زياده عن اللازم، او ممكن تكون واكل قليل، او ممكن تكون واكل بس قبل التدريب بسرعه. فانت المفروض الاكل بتاعك لو هتاكله قبل التدريب بساعتين او بثلاث ساعات. حلو. الحاجه اللي بعدها بقى غير الاكل الميه، ممكن تكون شارب ميه كتير جدا اثناء التدريب وده غلط ما ينفعش. ممكن تكون بتكتم نفسك جدا اثناء التمرين، لو بتكتم نفسك فده هيديك الاحساس بالترجيع. تمام. ممكن تكون خدت ضربه قويه جدا سواء لكمه او ركله في بطنك وانت مش حاسس بالضربه، فبعدها حسيت باحساس ترجيع. تمام. ممكن يكون عندك مشاكل في القولون، ممكن يكون بتنام تحت مراوح كتير، يعني هو ليه اكتر من سبب، بس الاسباب الاكتر حاجه موضوع الاكل شرب الاكل والشرب، وموضوع انك ممكن تكون خدت ضربه. لو هندي برضو سبب تاني، نبض قلبك لما بيزيد برضو، فحاول انك تاخد نفسك باستمرار. راجع كده اللي انا قلته لك ده كله، ايه اللي انت عملته غلط، ايه اللي مش مظبوط معاك. لو في حاجه من دول بتعملها غلط عرفني، اما لو كل ده انت بتعمله صح عرفني برضو، هقول لك بقى تعمل ايه تاني. تمام. نوريني يا حبايب قلبي، اللي عنده سؤال يساله. عندي ضعف في عضلات الظهر بسبب خبطه قديمه، ايه حلها؟ تمام. هي الفكره كلها انت لما حضرتك خدت الخبطه ديت ما بقيتش تشتغل على ظهرك كتير او زي الاول، او بقيت حذر قوي. تمام. فالموضوع عندك يعني العضله ممكن نقول ضعفت، فانا بنصحك بالاهتمام بالبروتين. هتلاقيه في البيض، في الاسماك، في اللحوم، يعني هي عناصر منوعه، لان البروتين بيبني العضله من تاني. وبنصحك بتمارين المرونه، مرونه الظهر مهمه جدا، بتزود عندك السائل الزلالي، تمارين المرونه. تمام.
وتدي اريحيه او قوه للعضله كمان، يعني لو بنسميها قوه مرونه مش قوه تحمل، قوه مرونه، ودي حاجه حلوه جدا. وبرده تمارين البلانك هتقوي عضلات ظهرك. منورين يا شباب. احنا على فكره الناس لسه داخله، هو الكونفو ساندا ينفع في قتال الشوارع ولا لا؟ انا جاوبت على السؤال ده قبل كده بس هجاوب تاني. لو انت بتمارس كاراتي، كيك بوكسينج، تايكواندو، كونفو ساندا، مواي تاي، وينج تشون، اي اسلوب قتالي ينفع في قتال الشارع لو شخص معهوش سلاح، مع شخص معهوش سلاح، تمام؟ لكن الاشخاص اللي معاها سنجه، سطور، مطوه، ازاز، موس، لا، انت لازم تتمرن على التقنيات ديت او اساليب قتال الشارع، تمام؟ ازاي تتعامل مع السكين، ازاي تتعامل مع المسدس، لان الكونج فو والكيك بوكس المنتشر حاليا بيركز على البطولات، تضرب خصمك لكمه ركله، توقعه، تاخد نقطتين، تلعب 3 جولات، فاهمني؟ فده حاجه وده حاجه. تحياتي من الجزائر حبيبي، اهل الجزائر، الناس الحلوين الطعمين اللي بنحبهم. بتلعب حديد؟ لا لا، بلعب بوزن جسمي لكن مش بلعب حديد. المشكله في ناس بتقارنك ببطوق الحديد. يا في يا جماعه، يا الموضوع كله انت وزنك وطولك مناسبين لبعض، مثاليين لبعض، تمام؟ لاعب الكونغ فو مثلا بيمتاز العضله صغيره، بعكس لا، يعني انت يعني الفكره انت بتتمرن كده ليه؟ ما تجيش تقيس ده بده، ما تجيش تقيس ده بده. يعني مثال ذلك مثلا ايه، كلنا عندنا سيكس باكس، كلنا عندنا عضلات بطن، بس الفكره نسبه الدهون. في حد نسبه دهونه مثلا ايه مغطيه عضلات البطن، في حد عنده طبقه دهون كرش كبيره، فده لا طبعا. فانت لما تيجي تشوف واحد مثلا جسمه مظبوط بس عضله البطن مش باينه، ده مش عيب ولا حاجه، لا، انت مش لازم تحرمه من الاكل عشان تظهر عنده. هي الفكره كلها هو انت بتلعب ده ليه؟ في رياضه عايزه كده، في رياضه مش عايزه كده، فاهمني؟ يعني في حد عاوز رشاقه، في حد عاوز لياقه، في حد لا انا بخش بطولات جيم وفيزيكس، في حد انا عاوز شكل قوي. يعني هي مش مقياس. فانا ممكن اجيب لك مثلا حد كله عضلات بس ما بيعرفش يقفز ولا يقلب لورا ولا يعرف يعمل ضربه صح، لان هو اهتم بالشكل لكن ما اهتمش بالمضمون، ان يكون عضلتي فيها مرونه، فيها خفيه، فيها قفز. فانا عارف ان الشكل بيبهر، انا عارف، بس المضمون جوه افضل. فالاحسن حاجه انك تعمل ميكس ما بين ده وما بين ده. عضل لو تلعب جيم بسيط، ظبط سيكس باكس، عضلات صغيره، تمام. بس لو الافضل ممكن اقول لك ستريت ورك اوت. ستريت ورك اوت افضل مثلا بالنسبه لي من الجيم، لانك انت بتلعب بوزن جسمك كله بقى، افضل من انك تشيله وتحطه والهرمونات والكلام ده كله. نور يا عبد الرحمن. يا كابتن نفسي احقق حلمي واتمرن معاك. يا حبيب قلبي، حلمك انك تتمرن معايا يا باشا، ده انا اجيلك مخصوص امرنك يا باشا، بس ظروفي صعبه جدا، واتوسم فيك الخير، يا ريت تساعدني يا كابتن. يا حبيب قلبي تتمرن معايا يا حبيب قلبي. انت صورتك شكلك صغير، انت صورتك ده صغير قوي ما شاء الله. الشباب الصغيره عندها فيسبوك. كلمني على الواتساب يا حبيب قلبي، وان شاء الله ابعت لك التفاصيل، تمام؟ وتخلي والدك يجيبك التمرين عادي، مفيش مشكله، لو انت قريب من، لو انت في القاهره او الجيزه. الراجل عمال ياخد الكوبي بيست، ان انا بحس في فايب بترجيع وعايز ارجع. قدر واحد بياكل دلوقتي ولا بيشرب كوبايه نسكافيه ولا مظبط مود ولا بيسمع فيروز ولا بيشرب كوبايه قهوه دلوقتي. ما اضحكوا اضحكوا. لا لا، المحفظه ما لقيتهاش والله، وربنا يا جماعه. بصوا الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، الحمد لله. بصوا بقى، وهي ايه، حاجه بحاجه. في واحد قال لي اعملهم اعملها سريعه وفوري، والله قلت اقسم بالله ابدا، ها انا هعملهم كده حكومي. يعني انت مسروق فلوسك وضايع بطايقك والبتاع اللي بتعمل ما اعرفش ب 50 جنيه في اسبوعين، اروح دافع 500 جنيه هنا وليه؟ سيبها تطلع براحتها.
سيب تطلع براحتها والله، ولا تروح المرور واحد يقول لك مش عارف راضيين، اقول له ارضيك ايه يا عم، يا عم ده انا مسروق والله مش عارف. انا اقسم بالله احنا عندنا نظام ماشي كده، عارف انت احنا كده جالك لا مبالاه، اصل ده مش حاجه واحده ضاعت، ده كل حاجه ضاعت، فانت بالصلاه على النبي كده عشان تروح تطلع كله فوري مش راكبه خالص، تدفع في كل حاجه مبلغ وانت مسروق اصلا. لا لا سيبهم بقى والله، البطاقه رحت اتصورت صوره جديده كده وسايبها، بيقول لها تطلع معرفش في نص الشهر ده، تطلع يا باشا براحتها يا باشا، ماشي بالمحضر بقى كمين اي حاجه لا مبالاه، اركن يا ابني على جنب اتفضل يا باشا، انا عامل 50 محضر اهو قدامك، ها ايه هتعمل معايا، هتاخدني ولا انجز يلا بجد، يعني انا ده شخصيتي ايه نظامه، خلى انا عامل محضر هتاخدني ولا هتعمل ايه، عارف انت المرحله دي اللي نوصل انا في الفتره دي، فهو كده بقى، فالحمد لله على كل حال. يعني اقسم لكم بالله يا جماعه انا لحد الان مستغرب، يعني هو لقاها، فتح المحفظه لقى، خد الفلوس وخد طب الاوراق هيعمل بيها ايه مش عارف، ما هنش عليه يرمي الاوراق اللي فيها وكل حاجه، الحمد لله. بس انا نسيت خلاص الموضوع، هعمل ايه؟ بصوا في مقوله جميله جدا بتقول لك عشان تعيش سعيد لازم دايما تتوقع الافضل وتكون مستعد للأسوأ وتقبل كل ما يؤتيك وقول الحمد لله. الحكمة دي هتعلمك انك ما تتعشمش في اي حاجة في حد غير ربنا عز وجل، تمام؟ البتاع هب، فين يوسف المحفظة يا كابتن، دورت في الصلاة ما لقيتهاش، عرفت على طول اتسرقت، اوبتيك محضر انجز خلاص، مش لسه بقى عيط واعمل، اتعلم. يعني في بعض المواقف لازم تتعلم من اخطائك، هتفضل تقول بقى ليه اللي سرقها، ليه ما رماش البتاع، وليه ما خدش الفلوس، صوابعك مش زي، اذا كان ربنا خالق صوابعك مش زي بعضها، فمش كل البشر زي بعضهم، في حد تاني ممكن يكون واقع منه ايفون ولا محفظه، الحمد لله الراجل ده اتصل بيا واداهمني، وراجل محترم، محترم ده من كل كام فرد عرفني، من كل 50 شخص، من كل حوالي 50 طلع واحد بقى يكون امين، ده باللي انا شفته ده، فاهمني انت ازاي؟ الحمد لله. هل بروس لي كان اسلوبه يجمع بين الكونغ فو والكاراتيه واساليب اخرى؟ الجيت كوندو، بس كان بيلعب باسلوبه وفلسفته هو. في راجل بيقول يا وهمي، اللي بيقول يا وهمي ده هديكم مثال بيفكرني بالظبط، من 3 اسابيع نازل وراح التدريب، في شابين راكبين الموتوسيكل فواقفين كده، واحد من بعد من بعيد يعني، هو ده هو على بيظهر على النت يعني عليا يعني، تمام؟ فالمهم رحت قربته كده بقول له انا ازيك عامل ايه والكلام ده كله. المهم واحد فيهم بقى بيقولي على فكره الحركات اللي انت بتعملها دي لا ما تنفعش في الحقيقه وبتاع، يعني هو مش مقتنع. فالمهم رحت اضحكت عادي جدا وتقبلت انتقاده، قلت له انت خلصت كلامك خلاص؟ قال لي قلت له ممكن بعد اذنك انفذ معاك كام حركه؟ بدا يعمل كده، بص استغرب كده، استغرب اللي هو ايه، تمام. قلت له ما تقلقش انا مش هضربك اكيد يعني. فالمهم رحت تيك 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 عملت له كده الحركه بتاعت خنق كده، حركه بسيطه يعني ما دوستش جامد، فجاه ايه ده تخنق بجد ولا ايه، ايه ده يا عم؟ قلت له على فكره ما دوستش فيك جامد والله، انا دي حركه بسيطه، بدا الكلام ده بدا يبص كده وايه، بدا يبان عليه كده مشاعر القلق جامد يعني. فالمهم قلت له طب بص هنعمل ركله مع بعض، بوري له بعض الحركات، قلت له اضرب كده شلوت، هو في شارع بيسموه شلوت، اضرب ضربه كده، فبيعمل كده برجله، بيعمل رفعت رجلي كده، فقلت له تعالى بقى كده معايا. فالمهم رحت رجعت ورا اكيد مش هضربه يعني، فرحت قدمت رجلي كده، خدت الخطوه كده بالركله، فضل يبص واستغرب كده، تمام. المهم فضل يبص، قلت له ايه رايك بقى الحركات دي حقيقيه مش حقيقيه؟ واكيد طبعا انتوا بتتمرنوا وانتوا محترفين ومش عارف ايه والكلام ده كله. فانا ما زعلتش، هو شايف وجهه نظره كده، لكن لما جيت طبقت معاه الحركات راح بعدين قال لي ايه، قال هاجي اتمرن معاكوا وي والكلام ده كله، تمام. هو فعلا اللي احنا بنتمرنه ده واللي احنا بنعمله ده، دي التقنيات لما بنيجي نمارسها او بنطبقها بشكل واقعي مع بعض، يعني احنا يعتبر اقوى من بتوع الشارع لانك انت تتمرن اللعبه. فلما اجي اقول لحد وانا بصور اخنقني بيخنقني بجد، لما اجي اقول له امسك بجد،
ما عدا بس السكينه، بقول له اضرب اه جامد بس بنكون حذرين على بعض، لان احنا مش عايز مش اكيد مش عايزين نقتل بعض، لازم تكون حذر تمام. لكن اضرب برجلك اضرب جامد، اضرب بالعصا اضرب بجد، اضرب جامد فيا، اضرب كذا اعمل، اضرب ده اعمل. فاكيد الموضوع بنحاول نقربه من الواقع على قد ما نقدر، والتقنيه بنشرحها مره واثنين وثلاثه واربعه تمام. فاذا انت كنت شايف كده عادي حبيب قلبي، ده انتقادك وجهه نظرك، طول ما انت ما بتغلطش او كذا او كذا او كذا. انت شايف كابتن جابر وهمي، انا شايف نفسي الحمد لله حقيقي نو بروبلم خالص، ما دام انت ما بتغلطش فيا او بتشتمني ولا انا بشتمك ولا الكلام ده كله. يعني انا مش بزعل خالص من الانتقاد العادي او الانتقاد البناء، بالعكس، لكن الانتقاد اللي فيه شتيمه او فيه غلط ده اللي مش بتتقبله تمام. انت ممكن مثلا ايه شايف ان كابتن جابر كمدرب وحش مثلا، براحتك وجهه نظرك فاهمني، غيرك شايف كابتن جابر مدرب حلو، المهم ان احنا ما ننسيش البعض تمام. اللي بوي علمنا كونج فو، ما احنا احنا مشغلين البث بقالنا ساعه ونص وتعلمنا من بدري طبعا، عاملين وبراجع البث. ايه رايك يا كابتن، ايه السبب وجود الرهانات في الام ام اي والبوكسنج، وايه رايك في اللي حبيب منع وجود الرهانات في منظمته؟ اولا انا مش متابع بصراحه اخر اخبار حبيب، اللي اعرفه مؤخرا اللي هو من فتره طبعا اعتزل ثم اتجه انه بقى يبقى مدرب، بيروح يدرب الراجل بره هنا والكلام ده كله، لكن موضوع انه عنده منظمات لا ما اعرفش طبعا هو عنده منظمه او لا تمام. طبعا الرهانات معروفه، الرهانات حرام، انا قلت قبل كده مليون مره ان المجال ده كله ما هو الا بيزنس از بيزنس، فلوس والكلام ده كله، لكن هو المجال اصلا كله حرام اصلا، والاعتداء والكلام ده كله تمام، قوانينه صعبه وفي يعني حاجات بتحصل كتير للاسف، في ناس كتير بتحب الدم، في ناس كتير جدا بتحب النوع ده، بس هي الفكره قصه فلوس، كل اللي بيروح في الموضوع ده بيروح عشان الفلوس، خلينا متفقين. يعني لو انت بتحب فعلا الفنون القتاليه قوي، لو انت يعني مش هدفك الاساسي المادي، تعال حارب، تعال اتطوع في الجيش، كله قتال وضرب عدو والكلام ده كله. انا بدي مثال بس، انا قلت وحبيب ذات نفسه، حبيب ذات نفسه قال ان النوع ده حرام، قال ان الضرب في الوش والكلام ده حرام، قال استضافوه في برنامج وقال انا مين انا اصلا عشان اقول ان ده حلال ده حرام، قال فعلا ان الدين بيحرم الاعتداء على الوش والكلام ده كله. يعني الراجل مش منافق، مش منافق اطلاقا. وبشوف الحلقه دي حبيب قلبي. اه طبعا بص بقى بروسلي، انت قلت بيهتم بالبروتينات وبالتمرين بشكل كتير جدا، الله ينور عليك، حاجه جميله قوي، بس خليك عارف ان بروسلي مرونته ما كانتش عاليه قوي تمام. وخليك اقول لك واخليك كمان اعرفك حاجه، بروسلي جاب دوبلير واتحدى اي حد في العالم يغلطني. في فيلم انترز اوف ذا دراجون في اوله كان بيقابل فايت سامو هانج، كان بيقابل سامو هانج لما كان بيلعب ام ام اي. بروسلي لما كسب الفايت في حد عمل لفتين باك دايف وباك فليب، ده مش بروسلي ده دوبلير تمام، لان مش مشهور عن خالص عن بروسلي المرونه والرشاقه العاليه. بروسلي مرونته ورشاقته العاليه كانت في الركلات واللكمات، لكن مش في الشقلبات والكلام ده. ما كانش كان معروف ان بروسلي ما بيلعبش جمباز كتير والكلام ده كله، يعني او الحركات الخفه جامد قوي تمام. حتى حركات الشقلبه برضو في فيلم جيم اوف ديث، مش هو واحد كمل الفيلم بداله، دوبلير كمل الفيلم بداله اللي كان لابس البدله الصفراء. في فيلم انتر اوف ذا دراجون برضو اللي لف اللفه دي لورا كده، ما كانش بروسلي. عشان اعرفك بقى، شوف انت المعلومات دي ممكن تكون اول مره تعرفها تمام، راجع الفيلم كده، وقف الصوره مره واثنين وثلاثه وهتعرف تمام. طبعا صعب حد يلقطها، هم اصلا كلهم شبه بعض صعب. لكن سامو هانج، جاكي تشان، يون بيو اللي هو ابو نضاره ده صاحب جاكي تشان اللي كان بيظهر معاه، الثلاثه دول مختلفين، دول واخدين مدارس شاولن بقى، عن ام عن اب، بعكس بروسلي. بروسلي ما خدهاش، بروسلي زي ما احنا عارفين كان مراهق وبيلعب فايتات كتير ثم اتمرن وينج تشون ثم راح امريكا. لكن جاكي شان ده معبد شاولن، الاساليب بتاعه النمر والنسر والكلام ده كله تمام. فاقدر اقول لك ان جاكي شان
كمجهود كمجهود وستايل اقوى من بروسلي بكتير، بس يعني 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 مجهود اعلى من بروسلي اعلى. بس في ناس مش فاهمه ده، في ناس مش مدركه في ده. هي الفكره ان جو المقاتل مشهور ايه؟ بالشراسه، بان انا ادمر، بان انا اعمل. فعلشان كده دي بتدي كاريزما اوسع. فعشان كده بروسلي في الافلام امتاز بالكاريزما العاليه، الشده، الشراسه، ان انا جد 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 جد. فيمكن اغلب الناس بتميل للطبع الجد قوي. تمام، جاكي شان ممكن في ناس تتفرج عليه والكلام ده كله، لكن الحركات دي كلها صعبه جدا جدا، انه يفضل يتمرمغ ويعمل السكير وينط ويضحكك ويستخدم كل الحركات دي كلها. لا، محدش بص يجاوبك كده غير حد بيمارس ده وبيمارس ده، فهمني، بيمارس ده وعارف الفرق بين ده وعارف الفرق بين ده ودارس تمثيل، فهمني انت ازاي. فانا بس بقولك الفرق، فانا مش بقلل من بروسلي، بس انا بعرفك برضو ان بروسلي كان بيستخدم دوبلير مثلا، جاكيشان لا في بعض الحاجات، لكن طبعا بروسلي اسطوره ومستوى جامد جدا. تمام، بس انا هي وجهات نظر، ممكن تتفق معايا او تختلف معايا، بس انا بقول لك ده من حيث ان انا بمارس الفن القتال. يعني انا من صغري بمارس زي مدرسه جاكيشان كده بالظبط، الجمباز مع الباركور مع الشقلبات مع النطاط مع الضربات مع ده مع ده، فاهمني انت ازاي. فكان جاكيشان كان ذكي جدا، لو كان عمل ستايل بروسلي ما كانش هينجح خالص، صعب صعب كان اي حد ينجح زي بروسلي في الوقت في زمنه، صعب استحاله، ما تعرفش، تحس ان الراجل منجم قبل ما يموت. اما جاكي شان خد الاسلوب الكوميدي، افلامه متعه، واصعب شيء انك انت تضحك حد وانت تضحك الناس وانت بتضرب، دي عايزه ذكاء وفطنه ومهاره مش عايز اقول لك. لكن طبعا مهم جدا نهتم بالبروتينات وبكل العناصر يا حبيب قلبي. تمام، فانا عشان كده بقول لك بروسلي كان مهتم بالعنصر فعلا، الـ يعني كان خد واخد جانب شويه من الجيم، بيشيل ببروتين تغذيه تمارين كتير، بجانب ان هو كان ايه يعني ما كانش مهتم قوي بالحته بتاعه المهارات العاليه قوي في الشقلبه والطيران علشان كده مش هنلاقي بروسلي بيعمل ركلات هوائيه كتير او شقلبات كتير او الكلام ده كتير، نلاقي حركاته محدوده ولكن اسطوريه، يعني تتفرج على اللكمه تستمتع، تتفرج على الركله ايه ده. يعني لو جينا عدينا حركات بروسلي كلها غير الفرامانش، سيب النشكو على جنب، في الركلات هتلاقي الراوند هاوس كيك، البيانت واي، الفرونت كيك، اللكمه المستقيمه، اللكمه الدائريه، سايد كيك بتاعته مشهور بيها، فهمني، هتلاقي هم اغلب الحركات هم يعني ممكن نعدهم واحد اتنين حوالي، فهمني، من 10 ل 15 اكتر حاجه بيستخدمهم. بس تتفرج تستمتع، ليه؟ كاريزما، بيلعب الركله يجي 1000 مره، فمن حقك تستمتع طبعا. المهم يا جماعه، مبسوط جدا ان انا كنت معاكم في اللايف ده، اتمرنا مع بعض، اتمنى تكونوا استفدتوا، وان شاء الله اكون برضو معاكم في فيديوهات تانية، وان شاء الله استعدوا بجد 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 الفتره الجايه اعمل لكم شغل عالي قوي 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 ان شاء الله رب العالمين. واخواتي البنات برضو انا مش ناسيكم خالص باذن الله، في كابتن هند هي زميلة محترمة جدا، تعتبر أول فتاة في مصر في الحراسات الخاصة والكلام ده كله، إن شاء الله هبقى أعمل دويتو كده معاها في شرح تقنيات الدفاع عن النفس، وبإذن الله في سلسلة برضو بتاعي مهمة جدا بخصوص بقول لكم، مش عاوز أحرق المفاجآت. بحبكم في الله، جمعة مباركة يا رب العالمين عليكم، تنسوش صلاة الفجر في رعاية الله، السلام عليكم.